بص انت عندك المره اللي فاتت لما جينا خدنا الاي اس كان في مم. عندك مجموعه من الاي اس اللي هي كانت اسمها نايس اس. انا بعت لكم الباقي ولا لسه؟ لا لسه لي. لسه. طيب كان عندي 64,000 وشويه، هبعتهم لكم برضك زي ما بعت لكم مكتبه اللي هي الفيري ده البرنامج اهو. بعتلنا احسن 30. 30 دولت اللي هم اي اشهر 30 يعني. خد بالك انا هحط هنا كده بيست اهو اللي هي دي، وهاجي ده البرنامج اهو. ماله البرنامج ده؟ البرنامج ده هو برنامج صغير من غير سيت اب. ايوه انت بتقول لنا 64,000، طب انا اعرف ال 64,000 دول منين؟ ده مجرد عارض بشكل لايت. مش فاهم. يعني انت لو جيتي للاي اس اللي هم دول. طيب استنى عشان هو دايما كل مره بيحتاج ان انا انقله لفولدر تاني. يعني هاجي كده وهاجي اخد الاي اس دولت وهاخدهم من هنا كنترول اي سي كوبي يعني. وهاجي احطهم هنا في فولدر تاني اهم، وهاجي اسميه هنا هاله، وهاجي احط هنا كنترول في اهم. الناس عماله تتاوب، هنام معاك خلاص. بص انا هاجي هنا اهو كده، فين الفولدر اللي هو اسمه هاله؟ تعال ندور عليه كده واحده واحده. هنرجع تاني للديسك توب اهو. فين يبقى كده كأنه عايز تعمله ريفرشمنت. تعالي مفيش هنا هالة. نعمل هنا، لا في هالة دايما اهو، وتعالى نشوفه اهو رابط لك. وادي الاي اس اهو، هتشايفهم؟ ايوه. بقى انا استفدت ايه من كل اللي احنا عملناه ده كله؟ حضرتك بيعرض هتشاوري النور. بيعرض الشكل. ايه ده؟ انا هعمل بيه ايه ده؟ لا ده انت بتشوفي شكل الايه؟ السبوت اللي هينزل على الحيطه. لايت. ايوه انا هعمل بيه ايه؟ يعني هو هيعدله لي؟ لا هو بيقول لك ده كام وات السبوت اللي انت خدتيه ده. خلاص. طب شكله عامل ازاي؟ شايف اللمبه دي؟ الله ده اهو. انا ممكن هنا اروح اشوف لو زودت القيمه او لو زودت البرايتنس بتاع اللايت، او لو انا دخلت زوم عليه، او لو انا رحت زودت الديستانس او قللتها. شايفه؟ ده مجرد عارض ليهم. ممكن تخلي ده كده هنا اهو عندك اهو، ثم تبدلي بقى ما بينهم حتى بالاسهم اللي بتاعت الكيبورد ده، لمجرد ان انت تعملي بريفيو ليهم. انت معايا يا مروه؟ مع حضرتك. ده مجرد عارض للشكل يعني. طبعا في برامج ثانيه بتعمل اي اس، بس احنا في غنى عنها يعني. انا دول 30 واحده وهبعت لكم بتاع كمان 100,000 واحده، فحتى ممكن ما يبقاش عندكم حتى وقت تتفرجوا عليهم. انت بتنقي لك احسن 30 واحده اللي هم موجودين دولت وبتشتغلي بيهم يعني. بس هبعتهم لكم برضك ليه؟ حرصا على الزياده يعني. عشان برضك ما تتزنقوش حاجه لحد. اتفقنا؟ شكرا يا باشمهندس. عفوا. طيب دي بالنسبه لايه؟ للاي اس وقوه الاضاءه بالنسبه للمساحه. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ كان هاله بتقول لي على موضوع المش لايت. احترت في امسكه واروح ابيك مش ممكن اشير، ما مش عارفه يعني. لا بص يا فندم الوقت انت عندك اهو. ما هو اللي حضرتك قلته بس اجي اطبق. يعني انا كنت عملت اديتبل، عملت اوبجكت اللي هي التوليه دي، عملتها على لا اللي هي الشوط الاخراني اللي عبد اللطيف بعته او عملته، وعملت ان المش ده اعمله اتاتش للباقي عشان لما يتغير. طب انا عندي فكره. بص يا انا عندي فكره. انا عندي هنا اهو مكان فاضي خالص، تمام؟ اوكي. بس المكان ده انا مجهزه وحاطط اللايت يمين وشمال عشان ابتدي ان انا ايه اتفرج عليه. خلاص؟ وهعمل اوبجكت. اختاري لك اوبجكت يا هلا منين؟ اللي يعجبك. اي حاجه. سلندر ينفع؟ بوكس ينفع؟ سلندر ينفع زي ما انت عايز. راح ايه؟ سلندر اهو. عادي سلندر طويله كده. وانا عامل رفيعه وطويله اهو زي خلاص نيون. وهاجي هكرره يعني، هاجي ارسمه هنا كده ادي سلندر اهو اهو. هعمله كوبي انستنس ولا كوبي؟ هتفرق اهو. شيفت واروح اعمل دي كده. يلا وملوني انتوا ايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها عشان كلهم ينوروا. احنا اتفقنا ان المش لايت بتحول لي اي اوبجكت ايا ما كان اللي هو حتى لو تكست بتخليه انه ينور. طب انا اقول كده عشان اعرف انا بغلط. ده انا بدي ايه؟ بدي ملحوظه كده او لمحه عن موضوع المش لايت.
فهو بيحول لي اي اوبجكت انا بصنعه لعباره عن لايف. طب تمام شكرا. طب ايه هي الخطوات؟ هل هتقولها لنا بقى دلوقتي واحده واحده؟ يلا انا بمسك الاوبجكت واعمل الباقي اتاتش او ليه؟ اعمل ليه السبب؟ علشان يتغيروا مع بعض ما اقعدش، لان انا كنت عامله من دول مثلا 24 واحده جوه السين جوه الشغل. مش فاهم انت هتعملي اتاتش ليه؟ علشان لما اغير لما اعمل ماش لواحده الباقي يتعمل. يعني انت قصدك انت لو ما عملتيش اتاتش يبقى انت فاكر لما حضرتك عملت. لا ده مش مساله، انا فاكر وبس، انا بحاول افكر الناس ايه هو الزتونه او ايه هي المشكله اللي بتخليكي تعملي اتاتش. لو هي ما عملتش اتاتش يبقى معنى كده انها هتروح تعمل 24 ميش لايت من هنا، خدتي بالك؟ لا ده هي تروح تعمل ميش لايت واحد فقط بس، وهتروح تعمله لينك بواحد اللي هم عملوا اتاتش للكل. يعني هي مضطره تعمل واحد. يلا هات واديت بولي اعمل الاول. هعمل له اديت يعني كونفرت تو اديتبل بولي. ممكن من هنا، يعني ممكن من هنا او ممكن كليك يمين. ثم اتاتش وادوس وان كليك عليهم. هم كده بقوا عباره عن اوبجكت واحد. طب ايه بقى انا عايز اخليهم ينوروا براحتك ازاي؟ بروح في راي ثم في راي لايت ثم بقى اختار مش ثم ثم بعمل بقى اعمل البوكس ده. لا مش بوكس، انا بدوس وان كليك. ها طلع المش بدوس وان كليك رايت كليك ولا لا؟ يعني لا ليفت كليك. ليفت كليك عادي. ليفت كليك عادي. ثم طيب وبعدين بروح على المش لايت رول اللي هو نعمل ايه بقى؟ نخش على موديفاي عشان هي مش هتظهر الا في موديفاي. ما هو بيك المش اهي. طيب حتى هي كمان هي هتلاقيها هناك دم مقفوله حاجه دوس كده وان كليك خلاص هما كده هينور. طب ازاي؟ ادي اللون وادي كانها لايت عادي خالص، واروح اعمل هنا ريندر هي تنور خلاص الموضوع منتهي. طب يبقى هي في خطوه. بس انا عايزك تعملي تشيك على اللي هو ايه المساحه وقوه الاضاءه. انت معايا؟ لا انا نورت حبه والباقي مش كل ما اجي امسكهم ما ينوروش كلهم، فمش عارفه في ايه. عشان انا عملت كونفرت اديتبل بولي. لا مش هتفرق باشمهندس، انا عندي سؤال في الحته دي. بس اكمل لها دي. بصي انا عايزك تعملي دي، تعمليها تاني في البريك وتقولي. طيب حاضر. ما تطنشيش. ها حاضر. طب اوكي ايوه مرة. انا لو عملت بقى اتاتش لحاجه وبعد كده عايزه اشيلها، في الديتاتش شغاله ولا مش شغاله؟ يعني انت هتيجي تمسكي الكتله بتاعتك وتيجي تمسكي مجموعه فيرتسيز او فيرتكس بوليجونز اي حاجه زي ما انت عايزه. اوكي تمسكيهم كده اهم. يعني ده انا بتعمل امر اهو، وامسك دي كده وديتاتش اروح داخل فاصل. في سؤال بصي كده واجي عكس اتاتش فين اتاتش في مروه. لو مروه لو انت شايفاها ودي يمين. لا انا مش اهي، هو جنب اتاتش على طول. هو كده فصل الموضوع انتهى. فصل وفصل مش يعني فصل ما بقاش ماش لايت. لا لا خلاص دي بقت كتله لوحدها. ولما تيجي تعملي ريندر اهي. لكن انا اقدر احركهم وهم اتاتش ولا لا؟ وهم اتاتش تقدر اقدر احركهم. بس شرط كده هيتحركوا كلهم. عايزه تحركي جزء منهم، امسكي مثلا فيرتكس او اي حاجه من دول، اعملي سيلكت كده وتحركي بيهم زي ما انت عايزه. اوكي جدع. احسن الاسئله دي حلو. علشان برضو الدوائر اللي انا عملتها جوه التيوب برضو ما كنتش عارفه. لا ولو عملتهم جروبنج مع التيوب لا برضو كان عندي مشكله. لا اتاتش لا جروب الجروب لا هي اتاتش عشان جروب. اصل انا مثلا لما عملت التيوب دي عملت لهم الحلقات حواليها. وبعدين عشان احودها كده لازم كنت اعملهم كلهم مع بعض جروب عشان اعملهم بند كماسوره واحده كله بيبند. لا اعملهم اتاتش
ما تعمليش فانا كنت عايزه اسال حضرتك في الحته دي. انا عملت السيرك اللي هي السيركلز اللايت اللي جوه دي، بس انا بتهيألي اكيد كان في طريقه اسهل من اللي انا عملته، فهو كان ايه يعني يتعملوا ازاي عشان يلفوا مع التيوب زي ما هي بتسال. اللي هي اني واحده يا مروه؟ اللي هي التيوب هي اللي بتتكلم عليها دي، اللي جواها لايت مدور سيركلز كلها سيركلز لايت. انا رفعتها لحضرتك على الفيسبوك دلوقتي. اللي هي جواها اللي انا بقول صوره من حضرتك اديتها لنا المره اللي فاتت اللي عملتها، بقول لحضرتك تيوب وكنت عايزه اعمل لها بند. لا ده هي مش محتاجه ان انت تعملها تيوب خالص. امال ايه؟ لا ده انت هتعملها اصلا. عملتها تيوب برضو. لا مش في حاجه اسهل، وحتى وانا قلت لكم عليها المره اللي فاتت. انا بص إيه؟ انا استنى، انا هعمل اسهل من التيوب، مش اسهل من دي. طيب بصي، ده الشيء دي، ده اللي انا كنت لسه عامله انا وهلا من شويه. انا هعمل سيلكت هنا وديليت، حلو، وادي الشكل اللي موجود اهو. او حتى هروح اعمله هنا ريست وافتحه تاني والغي اللي كان موجود. وحضرتك عامل بلين لايت يعني لا مش بلين لايت، ده انا رحت عملت ده استوديو موجود لمجرد ان انا اشتغل عليه بس فقط. ده هو ده. ايوه طب انت، احنا عايزين نعمل دي. احنا في عندنا المره اللي فاتت لو انتوا جيتوا فاكرين قلت لك في عندك حاجه اسمها تورس. ما هو احنا عايزين حاجه مفرغه من جوه. حد شايفه؟ تورس مش اوكي. ماشي مفرغ. وبعدين مش شايفه هو فين. انا عارفه تورس عندي. جربته لقيته مسدود. لا يا فندم، مين اللي مسدود؟ ده حضرتك بتعمله عشان اللايت، مش النفق نفسه، صح؟ انت عايزه تعملي النفق نفسه؟ احنا بنتكلم على النفق نفسه. مش النفق التاني ده تيوب. النفق عملته سيركل واكسترود واوتلاين واكسترود. طب ولا ايه؟ طب ما تعملي برضه اعمله تورس؟ لا، ما انا عملت تيوب وعملت له بند. طيب ماشي، ايه المشكله فيه؟ ماشي. ايوه، ازاي بقى اكرر جوه اللايت علشان يطلع مظبوط معايا؟ أيوة. انا بقى جيت رحت عامله روتنج، ما اتحركوش بقى. بص، هو انت عندك عارفش اعمله بالقرايه. ما انا هقول لك، بص انت عندك الشكل ده، عايزه اتحرك الدوائر دي جوه، صح؟ بالظبط. ما عرفتش اعمله قرايه برضه. طيب دلوقتي انت عندك هنا التيوب اهو، كميه اللي هي اللفه بتاعتك قد ايه؟ يعني طبعا تعالي زودي هنا السايد، زود سموث، وزودي اللي هي ايه الارتفاع. ده زادت مني سيجمنتس قوي. عشان تعملي بند، عشان تقدر تعملي بند. عملت مش لايت، اللي هم الدوائر دي عملتهم مش لايت. واجي هنا بند اهي، خد بالك، وتعمليها كده. حلو، ما انا عملنا كده. عملت كده. طب اصبر علي، بص انت عندك الشكل ده كده. قبل ما انت تعمله بند، اسهل تركيبي عليه ولا لما تركيبي عليه الاول؟ اني اسهل قبل ما اعمل له بند اركب عليه. خلاص تعالي هنا كده، وهاتي هنا التورس او الشكل اللي انت عايزاه بنفس الريليس. انا عملتها سيركل وبعدين شو اللي هي اكنها لاين وشو ان رندر وشو ان فيو بورت. والله اسهل وانضف كمان واخف. انا عملت كده برضه. ايوه وتخنتها. خد بالك، بس طبعا لازم يكون السنتر في نص السنتر، فانت ممكن تجيب البيفت من هنا. ايوه، اخد هنا سناب 2.5، الامر موف، اخد دي كده اهي، اخبط السنتر مع السنتر، واخد دي كده. خلاص، شوف هي جت في مكانها. طب واكررها وبعدين اعمل بند. فاتتني. طب روح جاي مزود السكنس على حسب رؤيتك، انت عايزه ايه التخانه تبقى قد ايه جوه. ماشي، ثم هروح جاي هنا وكده، ودي تاخديها انستنس كمان. يعني انت مش هتروحي تعملي كل شويه اروح ازود لايت او انا اصلا. انت هتيجي تشوفي كده كميه اللي هي الكيرفز اللي انت عايزاها اهي. طب ما هو انا مش هرجع اعمل لهم اتاتش كده كده وكلهم مع بعض يا باشمهندس، فكده كده حتى لو عاوز تزود ال. طب انا لما بعمل بند بقى ما بيطلعوش. ما انا هاجي اعمل هنا كده هايد، همسك دي كده رايت كليك، ثم هاجي هنا كونفرت اديتبل بالي بولي، ثم اروح جاي هنا قايل له اتاتش. ابو لطيف انت معايا صح؟ يا عمر. انا عملت كده معاك يا دكتور، معاك اتاتش، وراح جاي واخد اصحابنا الباقيين اللي هم دول نفس مكان. ماشي ثم خلاص انا خلصت. اجي بعد كده رايت كليك واقول له هنا ان هايد، اقول خلاص بقت عندي الحاجه، ممكن امسك كل دول كده حتى من غير جروب، وراح جاي قايل له هنا اروح اعمل لي هنا بند
هالي الكيرف اللي انت حقيقي حمد. وما بي استني 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 ايه ده؟ لا احنا نعملها في الواي باين. الله بنفعل. خلاص ودي لها ايه الكيرف اللي انت ايه حابه ان انت تبصي ايه منها. طيب. ايه ده من غير جروبينج مع ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه. امال ايه اللي انا عملته غلط؟ هي بصي كده هتيجي تبصي جوه الكيرفز موجوده اهي شايفاها؟ ثم هبتدي بقى اعمل بقى المش واركب واحده واحده فيها وهكذا فيري. واعمل واحده والباقي هينوروا. ده غصب عنه مش مزاجه. طيب يعني انت هتيجي يعني انت هتيجي هنا كده وحضرتك هتيجي هنا من فيري. رؤى انت معايا صح؟ ايه رؤى؟ فيري ايوه مع حضرتك. ماشي وراح ده يشون تلك اي مكان ثم يخش على موديفاي. هي دي المش وحضرتك تيجي تشاوري على دي اهي. هينفع؟ اعمل هاي. تفتكري هينفع؟ هو ايه العكس الت كيو؟ تفتكري هتنفع؟ دروب فين؟ انا موجود. وتعالي بقى نعمل خطوتين. قولي. كنت بسأل حضرتك احنا حتى لو ما عملهمش انستنس من الاول ما انا كده كده هعمل لهم اتاتش فمش هتفرق. لا عشان انت لو حابه تلعبي في اصل شيء ما انا بعمل حساب. لو حابه العب في الاصل بس مش ما... في اللايت. لا ما انا بخاف. بص انا بصراحه بامن عشان لو احتجت. صح ما احتجتش خلاص بدل ما اهد الدنيا واروح اعملها تاني من اول وجديد فده هيضيع لي الوقت يعني شويه. تمام. وصلت؟ وصلت. ايه تاني؟ كويس حلو قوي. منا الدنيا من تاني متظبطه كده معاك يا منا صح؟ يا منا يعني كده تمام بس انا عايزه الحاجات اللي هي كانت قبل كده يعني قبل اللايت. ليه ايه اللي قبل اللايت؟ شوف انت ايه اللي وقع عندك تسالين فيه. هو انا من اول الصمت عشان الانتيريور من اول الانتيريور ده عملناه. ايوه بص كده انا عشان كده عاملهم انستنس. مروه بنلعب في واحده العب في الاصل الشيب ما فيش مشكله. قولوا لي بقى ايه تاني؟ يعني مثلا امسحها. اوكي خش على بعض. احنا ممكن نعمل ريفيجن سريع على السان لايت او كده او ممكن نعمل قولي في كذا. انا فاهمه بس انا مش عارفه اعمل. طب انت جربتي منه؟ طيب انا جربت. طب انا واحده ما اتعملتش معاكي. طيب يعني مثلا ممكن نعمل اللي هو الشوت اللي كان لونه موف ده. موف واحنا خدنا شوطات كتير بس اللي هو كان فيه في سان لايت. هي سان لايت اصلا كان سان. طب الصن عامله معاكي مشكله؟ طيب طيب بص. ما مش عارفه اظبطها خالص. لا براحتك يعني. بص انت عندك هنا اهو مثلا تعالي نجيب. طيب بص انا هفتح لك فايل جاهز ووريكي وانت تقولي عدل على كذا او انا مش عارف اعملها كذا. في شوط احنا كنا عاملينه واشتغلنا فيه كلنا ده اول حاجه بمعرفتنا بموضوع الكلام ده خالص اللي هو بتاع الايه بتاع البحر ده عباره عن بلين اهو وفي صن لايت والمنظر بتاعها اللي بيطلع اهو. ايه بقى اللي انت مش عارفه تطلعيه فيه؟ لا ده تمام عادي. ده طب ايه اللي مش عارفه تظبطيه في الصن؟ طيب. اللي مع المباني مش عارفه يعني حاسه ان ده سهل. لا ايه اللي انت مش عارفه تطلعيه؟ يعني حاجه انت جربتيها بايديكي وما طلعتش. يعني مثلا الشوط اللي هو بتاع السلم ده خد مني وقت كتير عشان اظبط الشمس والكاميرا وكده. السلم هو طبيعي ان هو السلم الابيض. السلم الابيض اللي هو فيه سمدرة من فوق. ليه؟ ده هو كادر كاميرا. هي منه؟ مش عارفه حاسه ان اللايف ولا طلعتيه بصوابعك؟ لا ما انا بعته لحضرتك على الجروب بتاع الفيس. طب طلع لك ايه طيب؟ ما حاسه مش مظبوط. ما بعته على الفيس. بص ما هي بص هي اولا انت عندك في هتبقى في مشكله في ظبطه الكاميرا. يعني لو انا رحت جبت لك مثلا شوت يعني في شوطات من الشوطات اللي هو ايه هلدت تاني المره اللي فاتت وقعدنا نجرب عليها هالة وفي مجموعه من زمايلنا موجودين. طب انا عايز اغير هنا الكادر. هالة كان عندها بردك مشكله جامده جدا في موضوع كادر كامل. كان عندي مشكله فيه. هو ده بتاعي ده.
طب انا عايز اشتغل، طب انا هشتغل ازاي؟ انا ما عنديش هنا كاميرا. خلاص ده برسبكتيف ماشي. وجيت عملت زوم اكستند ومش عارف اتحرك وما عنديش شمس، شكرا. خلاص الدنيا كده قرعة خالص ما فيهاش اي حاجه خالص. ايوه هو انت عايز ايه؟ ايه الملحوظ؟ استني بس الغي الكاميرا اهي كمان. هو انا لما باجي احط اللي هو الماتيريال بتاعت الووتر في استنى المكان، خلينا ماشيين واحده واحده. خلاص الكادر تمام. الكادر اللي موجود معايا كده انا مش عارف اعمل فيه ايه. استنى بس، هو انت اصلا اصل الشط هو عباره عن ايه؟ يا رب الاقيه هنا. مش هو ده هنا صح؟ ده الدنيا هنا واسعه والكادر داخل زوم ان وفتحه كبيره. فانت انت لما تيجي تشتغلي ادي الشط اهو، اول حاجه عندها لها هنا اهو انا عامله حاجات صغيره. الريديوس بتاعها عايز يكبر، فتعالى نشوف هنا اصل الكتله دي ايه؟ دي عامله بروبوليان وفي حاجات كتير قوي. طب هاجي هنا مثلا البوليجونز مثلا واروح جاي ماسك او الفيرتسيز مثلا اللي موجوده واعمل سيلكت كده. طب انا اجرب كده سكيب. استنى بس، ما هيش بالسهوله دي، ما احنا اتفقنا ان اللعب في البروبوليان هيبوظ لك الدنيا، شايفه؟ طيب فانت موضوع البروبوليان ده تحاولي ان انت تبعدي عنه خالص. ممكن اعمل شيب 2 دي ثم ازود عليه سيركل ثم ابتدي اشتغل. بس معلش يعني احنا مؤقتا عشان بس ايه اوريكي ان انت ازاي تاخدي كادر بالكامل. طبعا الكتله ضربت اصلا. طب ايه هو البديل بتاعها؟ البديل بتاعها ان انت ان احنا نلغيه كله ونبتدي من الاول. لا ما اقصدش والله، يلا انا اقصد اقصد ان انت عندك ادي شيب اهو. وادي السيركل بتاعتك اهي، وتكبريها لحد زي ما انت شايفاها في الصوره. طب انا اوفر على نفسي ازاي؟ اروح جاي اعمل بروبوليان، اروح ماسك اصل الشيب واروح جاي هنا موديفاي واروح جاي قايله هنا اديت سبلاين وحضرتك اعملي اتاتش ليها اهي، واروح جاي عامل اكسترود للاثنين. شكرا الموضوع خلص. واروح جاي واسهل خلاص. تقوم انت هلا لو حبيتي تروحي تعدلي في اصل الكتله خش على الاسبلاين من غير ما الدنيا تبوظ. لو سمحت اعملها لي كده. لو سمحت خلي دي كده. اوكي. خلاص. وارجع الاكسبوتين. شكرا. يبقى انا كده لما هاجي اتحرك واروح جاي هنا واخد الكاد اهو. بص انا بصي. بوسع بقى الشباك ده اهو. ده الكادر بتاعك اهو. يوم انا لما اجي اقول له هنا شو سيف فريم، ادي الفريم بتاعي. يوم انا لما اجي هنا اهو، انت معايا منه صح؟ حاجه اقول له هنا كاستمايز او سكريبتنج ران سكريبت. اروح جاي واخد صاحبنا اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي الكاميرا اهي، او زي ما هي موجوده عندكم على حسب الفيرجن. استني هلا اقول كنت فاكره شباك صغير وحوض وهو طلع سين، فانا كنت بص على ال كنترول سي ثم سي. خلاص انا كده جيت خدت الكادر. طب عايز اشوف، خلاص اعمل هنا ريندرنج بس ظبط الخطوتين اللي احنا دايما بنعمله منا اهي. العمليه منا عايزه صبر وعايزه ما يكونش وراكي حاجه عشان ما يبقاش انت ايه في الحاح في ان انت تخلصي. دي مشكله، انا حاسه ان انا ورايا حاجات كتير في الكورس ما هي دي مشكله في الجامعه، فانا عايز اخلص الاثنين. بص قلت لك انا بالنسبه لي في الكورس انا ممكن اقبل ان انت تعملي حاجات صغيره على اساس ان احنا بعد الكورس نكمل، انا ما عنديش مانع. لكن ان انت تسيبيه خالص هتنسي، بس ده المقصود. ان شاء الله شوط واحد بس. انا بجرب والله هبعتها. بص انا خدت الكادر كده، ايه رايك في الكادر؟ حلو حلو منه صح؟ ما فيش شمس، هو لسه مش باين اصلا عشان ما فيش لايت. ايوه يبقى انا كده ما عنديش لايت. ثم برضك في ناس بتنسى ايه؟ تعمل الكاد وتشوف ده مش سموش وتسيبه. لا يا فندم روح زود السموثنج، ما تخليش حاجه واقعه منك ما حدش طلع دفوع على شغلك. هتيجي هنا انتربريشن وتزودها لي او تخليها ادابتف. شكرا. وقت ما عينك تقع على حاجه اعملها في ساعتها. طب انت عندك هنا بحر، خلاص يبقى البحر ده عباره عن ايه؟ احنا اتفقنا ان انا عندي هنا هروح اعمل في ري وفي ري بلين اهو عشان اروح احطه كده وان كليك في اي مكان، وادي خط الارض، واجي بالماتيريال اروح مركب له ماتيريال من الماتيريال الجاهز. لسه ما خدناش ماتيريال مع ان انا بعت لكم السيتنجز بتاعت الماتيريال كلها. ليه عملنا ووتر صح؟ اللي هي الووتر. ايوه كده اهي. من ضمن المشاكل لما باجي بقى اعمل اخلص في الاخر يعني بتطلع لي اكنها ميه عاديه مش بحر او بسين او لا. قولي لي ساعتها. طب كده لما هتيجي تعملي الحبان حاجه مفيش، لان انت ما عندكيش لايت برضه. اروح جاي هنا للسان لايت اهي. هعملها ازاي بقى؟ بص هنا انا واقف كده بعيد اهي وادوس وان كليك واسحب لحد التارجت اللي هو بتاعي اللي هو ده، واشيل صباعي يقول لي لو سمحت عايز سما. طب هظبط فيها ايه؟
الاول همسك هنا ده كده من موديفاي واروح جاي مزود المالتي بلاير السايز بتاعتها اهي، والفوتون ريديوس اكبرها كده اهي. طب تمام. طب في عندك هنا الجراوند كلر اللي هي دي، بدل ما خط جراي هخليه هنا لونه ابيض او غروب او اورنج على حسب ما انت عايز. قرص الشمس ظاهر؟ اه قرص الشمس ظاهر كده. بص كده لما انا هاجي اعمل ريندر شايف حاجة؟ ايوه ماشي، بس هو التاني كان لونه مش عارف كده مش يعني مش لا اصبر لا ده هو مش متظبط. تبتدي بقى من هنا، انت كده لسه ما صنعتيش حاجه، انت كده لسه هتبتدي يا دوب تصنعي. قرص الشمس ده المفروض ان هو ينور، المفروض يبقى طالع فوق كده. ببوظ الدايره دي، الدايره دي المفروض ما تبقاش هنا. يبقى انت هتروح انت جاي لل 2 دي اللي انا عامله 2 دي، خد بالك، واروح طالع بالقرص ده كده. انت معايا ولا فين؟ يعني انت تستغلي ال 2 دي اللي اتعمل، اجي هنا فيرتكس اهي واروح ماسك كل دولك كده. واروح طالع دي ولد لا من غير ولد ولا حاجه، وانزل بالكادر بتاعي كده. يبقى انا كده اقدر اظبط الكادر بتاع الشمس بتاعي زي ما انا عايز. بص كده لما اجي اعمل ريندر الدنيا نورت، خدت بالك؟ اه انت معايا؟ لان انت رفعتي قرص الشمس اهي. امسكي كده كده وانزلي بيه كده. وازاي كنا بنعمله قمر؟ واعمل ريندر لما تصغر ال multiplier. طب انت فهمت الكونسبت اللي هو بتاع ده؟ اه طب تمام. اه فهمت، ما كنتش بشتغل كده خالص اصلا. معلش واحدة انا عندي سؤال في الحته دي قوي يعني ايه الفاصله اللي هي بين البحر واللاين بتاع الهورايزن بتطلع عندي جراي، ازاي اظبطها؟ مش انا لسه عامل اللي هي الجراوند كلر فاكره؟ اللي انا عامل لسه عامله من شويه. الجراوند كلر مش الفلتر؟ لا مالهاش علاقه، مالهاش دعوه بالفلتر. الفلتر دي بتغير لك لون السماء. اوكي يعني جراوند كلر من الموديفاي بتاع السن بالظبط. اه بصي اهي كده، وارجع تحت هنا عندي كده اهي، وارجع هنا الاكسترود بتاعي اهو، وادي الدايره تمام. ايوه ماشي، بس ده غامق شويه خلاص. المالتي بلاير بتاعتها اللي هي دي سايز هخليها هنا 3 زي ما هي، ودي هخليها 0.05 مثلا ونشوف. واعمل ريندر اوف اهو. شايف؟ لا معلش هي منا مش مقتنعه بشكل الميه حقها، لان احنا لسه ما خدناش ماتيريال. بس انا لو حبيت اظبطها انا سجلتها بردك في محاضره لحد ما ناخدها. نويز؟ النويز البامب نويز اللي هي دي. منا انت معايا صح؟ اهي. وتيجي تقول له والله السايز بتاعي ده هو 100، هل يعجبك كده ولا عايز تقلله؟ لا معلش روح خليهولي 500. يا نهار ابيض، بص كده شكل الميه تبقى عامل ازاي. طب هتفرق هنا اهو، بص كده لما تيجي منك تعملي كده، بص منظر موجه الميه نفسها بقت عامله ازاي. منا ايوه انا هي مع حضرتك. لا معلش خليها لي 1000. يا بص كده، يعني معنى كده ان انت بدايه انت تعملي شوت صح 2 دي عشان تبتدي تتحركي وتتعاملي صح. يعني انا هروح اخلي هنا 1000 اهي. انا كنت بعمل العكس، انا كنت بظبط الموديلنج الاول وبعد كده اقعد بقى ابوظ في الشمس. بص المنظر، بص المنظر. في سؤال بقى عشان الحته اللي عند البيسين. طب بص المنظر بقى عامل ازاي؟ خلاص كده؟ لا والله لا معلش، هو بس ايه، هو الشط عندي ازرق او داخل اقرح ان شاء الله احمرات حتى. تعالي بس نجيبها كده اهي، هو شكله قافش بس اهو. هو جاي ده كده، كان في حاجه احنا زيتونا طلعناها كده اللي هي دي، اللي هي دي. هروح عندي على الوايت بالانس اللي هي دي، افتحها وابتدي العب في الالوان. اذا ظبطت شويه انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ مع حضرتك. حضرتك أيه. الاكسبوجر اهي، ممكن اروح افتحها لو انا حاسس عايز ازود اكسبوجر شويه اهي. لا دي بهدي. طب تعالى كده، طب تعالى هنا الهيو ساتوريشن اللي هي دي، عايز تغير الوان. حضرتك قللت التمبريتشر؟ ايوه بتاعت اللون. ايوه بصي. لا دي بقت بامبي قوي. يبقى انت تقدري تتعاملي معاها زي ما تحبي.
منا وصلت منا؟ اه تمام. بص يا منا، احنا 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 اتدبسنا وبقت فيه تقل في الكليه وتقل هنا، حلو؟ امشي معايا واحده واحده، واللي ما تعرفوش اساليني فيه وانا هجاوبك. الكورس خلص واحنا موجودين. خلاص تمام ان شاء الله هحاول اشتغل الحته يعني. بس ما يبقاش الكورس ما يبقاش الكورس عندك ده تقل تاني، امشي حته حته وشط شط صغير، وبعد الكورس وسلميني اسبوع باسبوع. لو عايز تعليم الماكس هشربه لك شرب ان شاء الله. مش شكرا جدا. العفو عليك. قولي بقى يا هلا باشمهندس. احنا كنا عشان الفي راي بلين ما يدخلش بقى على البيسين جوه مثلا، احنا لازم يعني نحط فاصل ولا ده مش مهم؟ لا انت كنت بتخلي واحد تحت واحد. واحد تحت واحد؟ اه يعني انت بتغيري في ترتيبة ال، يعني انا هقول لك بص، مش انت عندك شط ده، انت حاطة هنا بيري بلين ومادد للكل، مادد البصر. طيب انا هرجع هنا اهو كده بالكادر ده كده ورا شوية، ولو ان الدنيا كده هتبان انها قرعة يعني حاجة، روح جاي ماسك دي كده. لو لا ايه ايوه اروح ماسك العرض ده، اروح اعمله كده اخرجه بره الكاد، خدت بالك عشان غيرت الشط. وبرضك السهوله بتاعت التغيير لو انت خدت بالك يا مروه. 2 دي احسن بكتير. بص اروح جاي مكبره كده. طب تمام، ايه المنظر اللي انت شايفه بقى دلوقتي؟ لو انا جيت بصيت هنا هتلاقي في عندك من جوه برضك هنا اهو، هتلاقي في بحر. سايح بيبقى على بعض. طب انا هعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني. البلين اللي انت عامله اللي هو ده، هتروح انت جاي هنا اهو وعامله كتله فوقيه قيمه المساحه بتاعت البيسين اللي انت عايزه تعمليه، سواء كان بلين عادي، سواء كان دايره، سواء كان سيلندر، سواء كان اي مكان اللي هو ده. وتيجي تدي طبعا تعملي البيسين بسين، وتيجي تدي لها ميه مختلفه. يبقى انت عملتي كتله فوق الكتله. انت معايا ولا فين؟ معايا. طب انا هعمل كده ليه؟ عشان هي عايزه تحط بسين، هي بتقولي ده بيغطي على ده، بقول لها خلي في مستويين تحت بعض. وصلت؟ هلا وصلت يا هلا؟ لا ما وصلتش. الكتله اللي انا عملتها دي انت حضرتك عملتها بس كده؟ يعني انت ما عملتش، يعني انا اصل عملت برضو بروبوليون وسفير وعملت فرختها ما هو لازم صح؟ مش انت مش انت عندك بسين من جوه؟ ارسمي بقى الجسم بتاع البسين نفسه. رسمته. لكن حضرتك انت دلوقتي جيت قلت حطيت كتله وعملتها هي ال دي كتله الفي راي بلين؟ لا الفي راي بلين بقى ده بتاع بره، مالناش علاقه بيه. انا بكلمك جوه بقى، جوه انت هنا اهو هتعملي بسين في الحتتين. ايوه. يعني انت هنا في المساحه دي كده هتعملي صندوق، والصندوق عندك مفرغ وليه الاوت لاين بتاعه، وتمشي نفس القصه. تمام. بس انت هنا اهو هتعملي قيمه المكان اللي انت عايزاه هو ده البيسين بس. اللي انت هتدي له ماتيريال بيسين اللي هي الوتر. ماشي ماشي. ايه الزتونه دي اللي حضرتك قلتها من شويه؟ يعني ايه ان انا ارفع بلين عن بلين؟ تخلي ده مستوى وتخلي ده مستوى. اوكي. وصلت؟ وصلت ماشي. ايه تاني؟ انا شايف بقيه الناس ساكته. لو احنا جينا بصينا في الكاميرا، الكاميرا عندك فيها ثلاث اجزاء او الاكسبوجر تريانجل او ثلاث اضلاع بتوع المثلث دول، لا غنى عنهم ان انت تفهمين كويس قوي عشان تعرفي تصوري اصلا بكاميرا عاديه، مش ان انت تشتغلي في ري كاميرا. اول جزئيه او اول ضلع في عندك حاجه اسمها ايه؟ ابرتشر. هو انت اول ما انت اول ما انت بتقابلي الكاميرا بتقابلي ايه في الكاميرا؟ فتحت العدسه. انتوا معايا ولا فين؟ اللي هي فين؟ اللي هي دي هتشايفها؟ ايوه. ده اول ضلع موجود عندي. تاني ضلع اللي هو حاجه اسمها الغالق بتاع الكاميرا او اللي هو الشاتر سبيد. تالت جزئيه اللي هي اسمها الايزو او السنسور اللي هو بتاع عدسه الكاميرا، اللي هم تلات اضلاع اللي احنا ايه كنا فاتحينهم من شويه اللي هم دول. انا مش فاهم منك حاجه. اول جزئيه هاردوير اللي هي عين العدسه. عين العدسه دي انا بعمل منها ايه؟ اول جزئيه بيعدي منها الاضاءه. حد معايا ولا فين؟ يا مروه؟ مع حضرتك.
طيب فانت الاضاءه اللي هي تيجي تعدي منها بتتحدد منها كميه الاضاءه اللي داخله عن طريق اول ضلع اللي هو اسمه ابريتش. طب انا بحدد كميه الاضاءه ازاي؟ عن طريق قيمه. القيمه دي كل ما انت بتيجي تحطيها قليله كل ما الاضاءه عندك فيها بتبقى ايه؟ اكتر ازيد. طب انت جيتي هنا قللتي اللي هو فتحه العدسه، فانت هتيجي تحطي فيها القيمه او الاف نمبر بتاعتها، القيمه بتاعتها كبيره فكميه الاضاءه بتاعتها ايه؟ بتقل. انا مش فاهم منك حاجه. انت عندك الكاميرا فيها ثلاث اجزاء اساسيه اللي هي بتتحكم في كميه الاضاءه اللي داخله لك عندك فين؟ جوه الكادر، جوه الشط. اول ضلع اللي هو اسمه ابريتشر ويسمى احيانا اف نمبر. اف نمبر ده اللي هو عباره عن فتحه العدسه. كل ما كانت فتحه العدسه بتاعتك كميه الاضاءه بتخش منها اضاءه اكبر، فمعنى كده انت بتحط الرقم بتاعك اقل. يعني الاف نمبر عندك هنا 1.4، كميه الاضاءه اللي داخله عندك ايه؟ كبيره. فتحة العدسة بتاعتك الاف نمبر بتاعتك حطيت فيها رقم 32، فانت معنى كده ان انت ضيقت فتحة العدسة. وانا جايب لكم صور تانية على الواتساب حتى فيها متبينة لك فتحات العدسة، مش عارف حد شافها ولا لا. حد شافها؟ ايوه يا باشمهندس. ايوه يا اللي هم دول ده. حد شايف؟ فتحة العدسة بتاعتك مثلا انت هتيجي تحطي فيها 12 مثلا بوينت كذا، بص الفتحة عاملة ازاي؟ كل ما انت هتيجي تكبر الرقم كل ما العدسه بتاعتك هتقفل اكتر. كل ما انت هتيجي تقلل الرقم كل ما عندك الفتحه بتاعتك هتكبر اكتر. طب دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني في كميه الاضاءه اللي داخله لك عندك فين؟ جوه الكاميرا، فبالتالي الصوره او الكادر بتاعك يبقى منور ولا مطفي؟ حد شايفها؟ طب والسرعه ساعات ال مش بنتكلم في السرعه بس. انا بتكلم فتحه العدسه دلوقتي دي كده فيها مشكله عند حد؟ اول نعم. بوابه او اول ضلع من الاضلاع اللي هي بتاعت الاكسبوجر تريانجل دي فيها مشكله؟ لا تمام. لا تمام. طب بس في سؤال المفروض حد يساله بديهيا كده، انا ايه اللي هيقرفني يعني يخليني اقدر ازود فتحه العدسه واقلل فتحه العدسه واعمل الكلام ده كله؟ في حاجه في منتهى الاهميه بس مش الكاميرات دي، في كاميرات بروفيشنال شويه زي بتاعت ناشونال جيوغرافيك. طب انا بحتاج اقلل فتحه العدسه ليه؟ عشان تنور يعني؟ لا، وعشان اعمل حاجه كمان اسمها فوكس وان فوكس. حد شايف الشخص اللي موجود واللي وراه بليرد كده مزغلل؟ اللي هو اول مربع ده. الكلام ده ما بيحصلش الا اذا كانت فتحه العدسه عندك صغيره، الرقم بتاعها صغير، فبالتالي حجم فتحه العدسه كبير. والكلام ده مش متواجد في كل الكاميرات. الكاميرات اللي موجوده عندنا ممكن تبقى فتحه العدسه بتاعتها 24 وممكن 30 وانت طالعه، لكن اقل من كده انت بتدفعي كتير فتحه العدسه بالذات. خلاص، يعني انت الفتحه العدسه بتاعتك كل ما انت عندك حجمها عايزه فتحتها تبقى اكبر يبقى تحط الرقم اقل فالاضاءه تخش اعلى. ده يفيدني انا شخصيا في ايه؟ لو انا حبيت اعمل حاجه اسمها فوكس وان فوكس، ابقى انا جاي مصور مثلا هاله هنا كل الناس حواليها بس بليرد او مزغللين. انت معايا يا عبد اللطيف؟ مع حضرتك. معاك يا دكتور. طيب، وده ضلع في منتهى الاهميه، جه ضلع اصيل في الكاميرا في الهاردوير بتاع الكاميرا. خلاص، تيجي على الضلع الثاني او البوابه الثانيه او الجزئيه الثانيه اللي هي الهاردوير، حاجه اسمها شاتر سبيد. حتى لما بيجي يدوس على زرار الكاميرا كده بتلاقي ان انت عندك في تكايه حصلت كأنها حاجه فتحت وقفلت. حد حسها او سمعها قبل كده؟ اه اللي هو اسمه الغالق بتاع الكاميرا اللي هو ثاني جزئيه هاردوير اللي انا وريتها لكم شويه. اللي هي دي هتشايفها تاني مرحله كهاردوير داخل الكاميرا اللي هي دي كده. طيب ايوه ده بتعمل ايه؟ مش انت بتقول لي انت هتروح تفتح العدسه؟ وهتدخل عندك اضاءه اعلى؟ عشان تروح تعمل حاجه اسمها فوكس وان فوكس برضو؟ طب ما انت عندك كده الصوره تتحرق، صح ولا مش صح؟ حد يرد؟ تمام. طيب الصوره دي لما تتحرق طب انت استفدت ايه؟ هتيجي بقى للغالق بتاع الكاميرا ده وتبتدي ان انت تخليه يقفل ويفتح بصوره اسرع او ابطا. يعني انت هتيجي للضلع الثاني اللي هو اسمه شاتر سبيد اللي هو بيتعمل اللي هو بيتعمل بقيمه جزء من الثانيه. اسمه الشاتر سبيد ده اللي هو طيب كل ما كانت القيمه بتاعته اللي انا هحطها جوه عاليه فمعنى كده ان انت البوابه دي هتقفل اسرع. فمعنى كده ان كميه الاضاءه اللي هتعدي منها اقل. حد معايا يا جماعه ولا فين؟
لخبطته صح. خلي بالكوا الجزئيه دي بمنتهى اللخبطه اتلخبطتوا يعني، بس انا عايز بس الكادر الصوره دي تنزل عندكم على الموبايل عشان انت دايما ايه لو انت اتلخبطت او وهعيدها تاني اهو. بص فانت عندك تاني ضلع عندك هو الشاتر سبيد والقيمه اللي انا بحطها في كل مكان رقم اكبر، كل مكان الغالق او البابه دي اسرع فكميه الاضاءه اللي بتعدي منها ايه اقل. طب انا لو حطيت رقم صغير يبقى معنى كده ان كميه الاضاءه اللي هتدخل ايه اعلى، لان البوابه بتقفل وتفتح بالراحه. طب انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ طب ما انا ثبتها عند رقم وخلاص. لا في حاجه اسمها اللي هي الموشن بلير، لو انا حبيت اعمل شكل موشن او حاجه بتتحرك الكلام ده مش هيتحقق معايا الا اذا كان الرقم انت معايا يا جماعه ولا رحت فين؟ مع حضرتك. مع حضرتك. طيب انا عندي هنا اللي هي موضوع الموشن اللي هو الحركه، لو انا عندي حاجه عايزه تتحرك تمام يبقى انا محتاج ان انت عندك الرقم يكون قليل عشان الاضاءه تكون اعلى، فبالتالي اعمل موضوع الموشن. مش فاهمين، احنا مش فاهمين حاجه خالص. هقول لك النظر ده انا هعمله عامل حته حته، بس انا يهمني ان انت يكون في عندك كده اول ضلعين خدناهم اللي هي الابريتشر ثم شاتر سبيد بترتيبهم كده كهاردوير في الكاميرا. اخر جزئيه اللي هي اسمها الايزو او السنسور اللي هو بتاع الايه بتاع الكاميرا، ده اخر ضلع في الهاردوير او ترتيبه الهاردوير بتاعت الكاميرا. الرقم بتاعه اللي هو الستاندر بتاعه اللي هو الايزو 100، طب معنى كده ان الاضاءه عندك قليله، فانت شايف الناس بالطريقه دي كده اللي هي ايه بيور ما فيهاش نمش او ما فيهاش نويز. طب افرض انت هتاخد نايت شوت والاضاءه عندك معتمه شويه، فانت هتضطر تزود الايزو عشان الاضاءه تبقى اعلى فالاشخاص تبقى باينه. حد معايا في التبسيطه بتاعت الجزئيه دي؟ مع حضرتك. يعني هي الايزو بيفرق بس لو نايت شوت نايت شوت او شوت؟ اه بس انا مش عايز اقول ان هو فلاش، دي حاجه والفلاش حاجه، ده جزء قصير من اجزاء الكاميرا الداخليه. خلاص؟ احنا بقى بالنسبه لنا هشرحها كهاردوير بس من جوه الماكس. عشان كانه مثلا قلم مارتر وصبوره يعني. انا معايا هنا كده ده دي الكاميرا بتاعتك اهي. خلاص؟ وعندي اول جزئيه ادي العدسه او فتحه العدسه اللي هي بتعدي منها الاضاءه، يليها الشاتر سبيد اللي هي البوابه او الغالق، يليها اللي هي الايزو اللي هو السنسور بتاع الايه بتاع الكاميرا. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انت عندك لما تيجي تشتغل وتيجي تاخد لقطه فانت عينك بصه من هنا دي فتحه العدسه اهي، فانت عندك كميه الاضاءه بتخش منين؟ من العدسه. ثم بتيجي تعدي عندك على مين؟ الغالق. على الغالق اللي اسمه شاتر سبيد. ثم تيجي تعدي على مين؟ عايزه الايزو. يبقى دي ثلاث مراحل في الهاردوير. طب انا بتفيدني في ايه؟ في واحد يجي يقول لي انا دماغي بقى مش دفتر، انا مش هفضل اعلي واوطي في الارقام، طب انا هستفيد ايه؟ هو الكلام ده ممكن والكلام ده يمكن ينفع تعمله، بس الكلام ده لو انت مش عايز تروح تعمل حاجه اسمها اللي هي الفوكس وان فوكس، ان انت تروح تعمل تركيز على حاجه معينه وفي نفس الوقت تخلي كل اللي حواليها بلير، مش هتقدر ان انت تروح تعمل حاجه اسمها موشن. لو انت مثلا جاي بتصور مثلا مكان او كده وفي حاجه معديه مش هتحس بالحركه بتاعتها، انت مش هتعمل فيلم فيديو بس انت مش هتشوف النكشه بتاعت حركه العربيه. انتوا معايا يا جماعه ولا فين؟ مع حضرتك. يعني مثلا اصلا انا حاسس ان السكوت ده كده الدنيا مظلمه شويه صح؟ لا ما حضرتك. لا تمام. طيب يعني انا لو جاي فاتح مثلا شوت، الشوت اللي احنا شغالين فيها اسمها ايه لو حد فاكر؟ اللي احنا كنا دبل ايه، كان دبل ايه اعتقد او تريبل ايه. دبل ايه اه اللي هو دبل ايه الانتيريور. الانتيريور انا حاطط هنا لايت وعندي كاميرا من بره، او عندي هنا سان لايت من بره، وبعد كده في عندي هنا كاميرا في الجزئيه اللي هي الشمال. طب تمام تعالى بس هروح اخليه هنا كده ايه واير عشان اقدر اشوف امسك الايه الكاميرا بتاعتي اللي فيها. هتشايفها؟ او ممكن اجي هنا من كلمه في ري كاميرا 1 واجي اقول له لو سمحت اعمل لي سيلكت للكاميرا. خلاص. فين الباراميترز بتاعتها؟ اهي. طب انت بتقول لنا ان انت عندك ثلاث اضلاع مهمين اللي انت اظهرتهم لنا في الصوره دلوقتي اللي هي فيها الابريتشر ثم الشاتر سبيد ثم الايزو. الكلام ده فين عندك هنا جوه الماكس؟ اهو. في عندك هنا وظيفه اسمها اف نمبر. مع الشاتر سبيد والاف نمبر او الابريتشر اهي. يعني انت عندك هنا الابريتشر تسمى اف نمبر. الشاتر سبيد بمسماها. الايزو برضك بمسماها. يعني انا لو جيت هنا على الاف نمبر القيمه اللي موجوده فيها كام؟
الستاندرد بتاعت الماكس 8. لو انت لو انت جيت عملت ريندر المنظر اللي هو اللي احنا ايه طلعناه المره اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت اللي هو ده كده هتشايفه. ايوه تمام خلاص مش هنستنى لحد اخر. انت بتقول دلوقتي ان انت عندك فتحه على سديد كل ما انت بتيجي تقلل الرقم كل ما كانت كميه الاضاءه اعلى. وانت تقصد ان انت ممكن تتحكم في الاضاءه بتاعت الكادر كله بتخلي الرقم هنا؟ اه طبعا. تعالى حد يقترح عليا كده حط رقم كان قليل مثلا 4. نعم واجي اعمل ريند انا لعبتش لايت خالص ولا جيت جنب الجاما خالص. بص كده المشهد هيبقى عامل ازاي. عندي كورس انور كتير. طب احنا عايزين نحرقه شويه. انترنت فصل على اللاب على الواي فاي. اجي مثلا هنا كده اقول له 2 نقول له ايه؟ 2 رقم 2. الشوط فتح. حد شايف الشوط اتحرق ازاي؟ حد معايا؟ يبقى احنا كده نطلع بنتيجه ان انت فعلا انت عندك تتحكم من خلال الكاميرا من خلال الوظيفه الفعليه اسمها الاف نمبر. انت بتقدر تتحكم فين؟ في كميه الاضاءه اللي داخله لك جوه الشط. حد معايا؟ مع حضرتك. معايا. طب انت بتقول ان انت ده الشط ده اتحرق ماشي. طب انا ما احرقوش ازاي؟ في عندك وظيفه تحتيها اسمها الشاتر سبيد اللي هي دي. الشاتر سبيد ده القيمه بتاعتها كل ما كانت اعلى كل ما كان الغالق اسرع كل ما انت اتحكمت في الاضاءه اللي بتخشها اقل. حد فاكر؟ ايوه. يعني مثلا انا لو رحت جيت كتبت له هنا 2000 تفتكر الشوط اللي كان محروق شويه هيلم نفسه شويه ويتضلم؟ اه. يعني انا لو غيرت في الاف نمبر لازم اغير في الشاتر سبيد معايا ما ينفعش واحد من غير التاني. ايوه بالظبط. بص كده. اوكي. طب هو انا ينفع اضلم الشوط اكتر من كده؟ اه خلي الغالق عندك هنا اسرع بدل هنا 2000 تعالي خليها هنا 4. واعملي هنا رن. طب هو ايه الفرق بين ان انا اغير الاضاءه من الاف نمبر والشاتر سبيد عن ان انا العب في الجاما؟ ما انت هنا مضطره تلعبي في دولت عشان موضوع الفوكس وان فوكس وعشان موضوع الموشن اللي احنا هناخدهم بعد شويه. اه اوكي. لكن انا ممكن اثبتهم هنا عند رقم معين. خدتي بالك؟ وانا كل ده لسه بعرف الدنيا بس. وبعد كده انت عندك اللي هي الايزو اهي دي الستاندرد بتاعتها اللي هي رقم ده. ايوه ماشي. طب انا دلوقتي عايز اثبت الكلام ده انا مش محتاج الكلام ده. هقولك انت محتاجاه ليه. موضوع الفوكس وان فوكس دي حاجه في منتهى الاهميه اللي هي ايه؟ ان انت تعملي مثلا فوكس على حاجه معينه موجوده وكل اللي موجود حواليها بليرد او مزغلل. تقصد ايه بالكلام ده؟ تعالى كده على لطيف مثلا هروح كادر على حاجه عجبك مثلا في الشوط ده وليكن الفاز اللي هي دي. انا هاجي كده وادوس على البرسبكتيف واخش كده زوم ان شويه على الفازل. شايف حد شايفها اه ولا لا؟ شايفها. اه واجي هنا كده بكاميرا اروح جاي هنا سكراب ران سكراب ران. انت معايا صح؟ واروح جاي هنا ماسك الكاميرا. حضرتك يا باشمهندس. اروح ماسك الكاميرا دي كده يا ران واجي هنا كنترول سي ثم سي. خلاص انا كده بقيت باصص باسم في ري كاميراتو. طب شكرا. اي ماشي بس انا مش شايف في الفاز يعني عدل يعني. خلاص تعالي هنا من موديفاي التارجت بتاعك بتاع الكاميرا. بص كده لو انا جيت شلت هو التارجت مش موجود عشان يظهر لازم اشيل علامه الصح واحطها تاني. طب هو فين برضك؟ حاجه هنا بامر موف واعمل كليك يمين وامسك هنا سيلكت كاميرا ايه؟ تارجت. واخلي التارجت بتاعي على الباز اللي موجود تحديدا يعني. برضك الكادر ما اتغيرش. امسكي السورس بتاع الكاميرا اللي هو ده وابتدي اتحركي كده. هتشايف؟ يبقى التارجت مركز عندي على الفاز وانا بقرب الايه؟ السورس بتاعي الكاميرا اهي. هتشايف حاجه؟ ايوه. تمام. طب يبقى انا كده حققت الشرطين التارجت على الكاميرا والسورس بتاع الكاميرا انا باصص على الفاز. انت عايز تعمل بقى اللي هي اللي هي فوكس وان فوكس اللي هي فين؟ اللي هي دي. طب دي شرطها ايه؟ ان الاف يبقى صغير. تمام. حاجه هنا اهو كده عندي على الكاميرا واجي اخلي هنا الاف نمبر مثلا هنخليه هنا 1.2. يا نهار ابيض ده الشوط كده اتحرق يا جماعه صح؟ هقفله منين؟ يا مروه الشاتر سبيد.
هروح جاي هنا مخلي الشاتر سبيد كام مثلا، خليه هنا 1800. استنى بس، انت عمال تحط ارقام وقيم سريعا كده وتطلع مظبوط. خلي بالك اللي انا بعمله ده نتيجه تجاربه كتير. طيب ثم كده اعمل ريندر واشوف الفوكس ده اتحقق اه ولا لا، ان الفاز هي اللي ظاهره بس والباقي بليرد اه ولا لا. مثال موضوع البليرد ظهر صح؟ يعني مش باين لسه، مش باين يعني الفاز بس هي اللي ظاهره والباقي كله مزغلل صح؟ ولا لسه؟ لسه مش باين، مش باين كله بنفس الدرجه. ايه لو ملونه كده معقول لحد دلوقتي كده مش باينه؟ مش هي لسه بتعمل رندر؟ اه لسه اهي بالتالي باينت اهي، بس مش باينه انها بليرد، الباقي بليرد عن التاني. اه كده ابتدت تبان اهي. وخلي بالكو الموضوع الموشن بلير او موضوع اللي هي البليرد الزغلله اللي هي الفوكس وان فوكس، عايزينها تظهر اكتر. كل ما انت تقللي قيمه الاف نمبر كل ما انت عندك الفوكس هيزيد اكتر، الشكل اللي عندك هيبقى بليرد اكتر. ماما بتعمل ايه يا ايه؟ ماما بتعمل ايه؟ ودي يعني الاباليك اهي، وحتى الحاجات دي كلها كده ايه بقت مزغلله ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ ما عدا الفاز. لا والله انا ايه اللي هيوجع قلبي واقعد ازود ونقص واحفظ؟ خلاص اذا كنت انت عايز تخلي كلهم زي بعضهم مش هيفرق معاك الفوكس وين فوكس، خلاص ثبت الارقام بتاعتك. اما لو حبيت تزود افكت وتعمل حاجه افكت بتاعها يعني الشوط الاكستيريور يبقى الفيلا بتاعتك هي اللي عليها الشوط والباقي كله مزغلل، يبقى انت تحتاج وخلي بالك في حاجه تانية، حتى الانتيري لو انت في موديل معين انت رحت عملته وعايز تخلي عين الشخص او عين اللي هيشتري ده عليه وكل الباقي موجود بس مزغلين، تقدر تعمل ده. عايز ازود قيمه الزغلله اللي انت شفتها اللي هي بتاعت الدبس اوف فيلد، كل ما عليك ان انت تيجي تزود قيمه الايه؟ الاف نمبر، يعني هروح اخليها مثلا 0.8 مثلا. بس طالما انت حطيتها 0.8 زي ما قالت مره من شويه في علاقه عكسيه ما بين الاثنين، ما بينهم وبين الشاتر سبيد، هروح ازود الشاتر سبيد اهي، هروح اخليه هنا 2100 مثلا. بخلي الغالق بتاعي يبقى ايه؟ يبقى اسرع. حد معايا ولا؟ مع حضرتك. حضرتك يا باشمهندس. انت لما هتيجي هتبص عندك على الصوره، بص كده معايا دي تفسرها ازاي دي؟ انتوا معايا ولا خرجتوا؟ مع حضرتك. طيب هتلاقي اول ضلع اهو الابريتشر. طب الابريتشر ده هعمل ايه؟ ده هو اسمه اف نمبر، القيمه لما بتبقى قليله معنى كده ان فتح العدسة عندك اكبر فالاضاءه بتبقى اعلى، فانا باجي هنا ويا مروه ايه اقدر اعمل فوكس وين فوكس. طب لو القيمه عندك كبيره يبقى انا قفلت العدسه، يبقى الاضاءه اقل، يبقى كده كل الناس او كل الاوبجكتس موجوده سوا واحد. كل ده اسمه ايه من فوق عشان انت ما تنساش الاوامر؟ اسمه ديبث اوف فيلد. طب الضلع الثاني اسمه شاتر سبيد اللي هو الغالق بتاع الكاميرا اللي هو عباره عن ايه؟ بوابه. البوابه دي كل ما انا حطيت رقم اعلى كل ما البوابه دي بقت اسرع في القفل، كل ما كان الاضاءه عندي اللي معديه منها اقل. معايا؟ طب الإضاءة أقل معنى كده إن أنت لو حتى في حد بيتحرك أنت هتشوفيه إن هو ثابت. كأن بيعمل زي إيه؟ زي سلو موشن كده. سلو موشن، حتى ما فيش سلو موشن هتلاقيه واقف ما بيتحركش. طب لو أنت حطيتي هنا الرقم عندك أقل يبقى معنى كده أنت عندك الإضاءة بتاعتك هتبقى أزيد لأن البوابة بتقفل أبطأ، فكده تقدر لو حد بيتحرك تثبتي إن هو كان بيتحرك بالموشن بتاعك. مش هتسجلي فيديو لكن هتشوفي ناتش يتحرك. دي اسمها حاجة اسمها شاردنس. الصورة تبقى شارب حادة اه او لا. والكلام ده موجود في الكاميرا لو حد عنده كاميرا بيصور فيه. اخر ضلع اللي هو الايزو اللي هو عبارة عن ايه؟ السنسور او اللي هو اخر جزئية هاردوير في الكاميرا. الرقم الستاند بتاعك يكون 100، 100 ده اضاءته قليلة فبتبقى الاشخاص كلها واحد، وممكن تبقى ايه؟ ازيد او بزود القيمة بتاعتها لو انت عندك بتاخد الصورة بتاعتك نايت شوت.
يعني انت امتى تزود القيمه بتاعتها؟ لما يكون عندك الدنيا ضلمه، فانت يزود لك هنا قيمه اللايت. الشكل ده لا غنى عنه، لازم دايما يبقى موجود عنه. وصلت؟ وصلت. طب جربوها. أنا مش سامعة صوت خالص. صوت مين؟ حاجتك بتتحرك وما فيش صوت. ده أنا بعمل شوت تاني بس في كادر تاني، فتبقى يكون أخف شوية. أوكي. بص خليت التارجت هنا أهو، عندي هنا أهو كده أهو. تبقى التارجت بتاعي أهو. أنت عملتيها؟ ظبطت معاكي؟ ظبطت. اوكي. فانا خدت هنا دي كده كادر اهو على المنديل ده مثلا كده اهو. اتفضلت. ايوه. وهاجي هنا للكاميرا ثم حاجه اقول له الاف نمبر عندي هنا تري هنا 1.2. ثم هاجي هنا للشاتر سبيد وهاجي اخلي هنا 1800 تبارك، واجي اقول له هنا الدبث اوف فيلد هي حط عليها علامة صح، واجي هنا كده اعمل انت. يبقى اهم حاجه ان الكادر بتاعك يكون مطرح ما انت قايله له بالظبط، يبقى هي دي الحاجه اللي هيبقى هي عليها الفوكس، والان فوكس كله هو بقيه الحاجه اللي مش ايه مش موجود عليها. الكادر ده اعتقد الشوط ده اعتقد ان هو اخف اخف كتير كمان. هو ايه عكس الالت كيو؟ يعني انا بعمل ان هايد سيلكشن ان هايد اول، لكن انا لما بخفي حاجه بالالت كيو برجعها ازاي؟ دوس على البطن اللي هو جنب الاف اللي هو بيشيل لك الايزوليشن خالص. اوكي. ايزوليت. يعني احنا بنصور في فندق في شقه عندنا، بنصور في اي مكان، هل الكادر ده كده مظبوط؟ الكاميرا محتاجه تعلى شويه. الكاميرا محتاجه تعلى؟ بس يعني بتاخده من تحت تروق شويه ولا على حسب ما هو ممكن يبقى. بص ده هو لو انت جيتي بصيتي للبارامترز الموجوده، طب بص ده نوع الكاميرا ستيل كام دي الكاميرات اللي هي الثابته،
انا على فكره بعت لكم دوكيمنت فايل كده عندكم اللي هو فيه الكاميرات وتفاصيل دي كده عشان لو حد نسي. مش عارف وصلتكم اه ولا لا؟ على الواتساب. اه على الواتساب. ايوه. سواء الموفي كام او الفيديو كام اللي هي الحاجات المتحركه اللي هي اللي موجوده جوه الكاد، لو انت عايز تعملي حد بيتحرك او اوبجكتس بتتحرك. الفيلم جيت والفوكال لينس اللي هي عباره عن طول وعرض اللي هي الصوره اللي موجوده قدامي اللي انت هتاخديها لقطه بالكاميرا. ممكن اعمل زوم، زوم ان او زوم اوت. ممكن اعمل حاجه اسمها هوريزونتال شيفت او فيرتيكال شيفت. انت ممكن تعملوها لعبا بس لكن ما تجربوش فيها حاجه فعلا تتسلم. يعني انت الكاميرا بتاعتك بتبقى ثابته كده، بصي. وهعمل زوم بس برضك عشان تتفرجوا اهي. بص لو انا جيت عملت هنا يا روان عملت هوريزونتال شيفت، بصي. هتشوف حاجه؟ الكاميرا ثابته في مكانها يا مروه. مروه. اوكي. اه حضرتك. لو انت جيتي كده خليتي هنا زيرو وجيت هنا الفيرتيكال بطلع وانزل. طبعا الكادر عمره ما هيظبط معاكي كده، شايفه؟ لكن انت ممكن تتفرجي على بقيه الكادر بتاعك وانت واقفه ثابته في الكاميرا في مكانها. طب تمام. ده بدل الكنترولز اللي تحت يعني ولا؟ اه زي الكنترولز كده اللي تحت. طب هنا الكادر برضك انت عمال تقول لنا زيتونه زيتونه. دايما الشوت الصحيح اللي انت تاخديه باي كاميرا موبايل لازم يبقى فيه الخطوط الطوليه بتاعت اي حاجه موجوده قدامك، وليكن الحيطه وليكن الشباك، لازم تكون متوازيه مع خط الصوره بتاعك. حد شايفها؟ عشان انت تاخدي شوت بروفيشنال يعني. ايوه طب انا اعمل ايه؟ ما انا بقول معوج شمال شويه. ما هو ده بقى. فهو قال لك انت عندك حاجتين. لو انت عايزه تظبطيه مانيوال هو حاطط لك حاجه اسمها فيرتيكال تيل وهوريزونتال تيل. يعني ايه يعمل ايه يعني؟ بص كده. هتشايف؟ ممكن اظبطه بايديا مني. او الكلام ده فيه هوريزونتال برضك اه. بس ده بيبوظ لك الصوره، هتشايفها؟ ديستورتد. اه هو بيغير النسب بتاعتها؟ لا لا بيغير النسب بتاعتها. ايوه طب انا اعمل ايه يعني؟ زيرو؟ اه بص هتلاقي في عندك هنا تحتيهم هنا حاجه اسمها ايه؟ اوتو جاس فيرتيكال. بس هتحط عليه علامه صح. اوتو جاس. وحتى لو انت اتغيرت شوت الكاميرا هو اوتوماتيك هيظبط لك حدود الصوره مع حدود اي خط طولي موجود عندك في الصوره. ده في منتهى الاهميه. اوتو جاس. اوتو جاس ده في منتهى الاهميه. وعايزكم تشيكوا كده هل انا بعت لكم التفاصيل دي اه ولا لا؟ اللي هي على الواتساب اللي هي بتاعت الكاميرا. تمام. طيب عايزين تطلعوا تشربوا حاجه تطلعوا. اه يا ريت بس ما تاخروش عليا. بس نكمل بقى اللي هي موضوع الكاميرا برضك. بص هتلاقي في عندك من ضمن الحاجات اللي هي اللي تديني افكت عندي في الصوره، في عندي حاجه اسمها فيجنيتنج. الفيجنيتنج ده اللي هو عباره عن اللي هو القيمه بتاعته مكتوب فيها رقم واحد. لما بتيجي تعمل رندر للصوره بتلاقي الاطراف بتاعتها لونها زي الصوره. مش فاهم يعني؟ انا لو رحت زودت الفيلم مثلا خليتها مثلا فرضا ثلاثه بلاش خمسه، هتلاقي ان انت في عندك افكت لونه اسود ظهر حوالين الصوره كلها بالكامل، كانك انت باصص مثلا جوه داير زي اللي هو السنايبر مثلا كده. هتشايفها؟ اه اه تمام. مجرد افكت لو حبيت تعمله اه او لا. في حاجه بقى في منتهى الاهميه اللي هي عباره عن اللي هي الكالر بالانس او الوايت بالانس اللي هو بتاع الصوره، اللي هو حاجه اسمها ميزان لون الابيض. انت عايز تطفي لون ايه عندك على الكادر كله بالكامل؟ هو بيقول لك في الوايت بالانس في مجموعه تمبلتس عندنا نيترال مثلا، عندك دي لايت، دي مش عارف كذا 65 55. انا مش فاهم دولت ايه. هقول لك بمنتهى السهوله كده زي ما احنا كنا لما بنيجي نعمل ريندر وكنت باجي اقول لك طلع لي اللي هو الايفكت الموجود في الجهه اليمين. يعني مثلا هجيب مثلا كادر عندي، بدل ما نستنى الريندر هجيب الكادر ده. حد فاكر اللي احنا عاملينه من شويه؟ وكان في عندي مجموعه الافكتس اللي كنت بقول لك طلعها لي هنا اهو في الجهه اليمين، مش عارف حد عارف فاكرها ولا لا. اه تمام. الوايت بالانس ده اللي هو عباره عن ميزان اللون الابيض اللي انت بتطفي بيه اللون عندك على الصوره. يعني ايه؟ يعني اللون الابيض عندك ده كده انا عايز درجه لون كذا تبقى نازله عندي على الصوره، مش عارف حد شايف الصوره كلها الوانها بتتغير اه ولا لا. حد شايف؟ اه ايوه. ممكن تيجي تختاره من هنا من ضمن التمبلتس الجاهزه اللي هو حاططها، او تقول له هنا التمبريتشر بتاعتك رقمها كذا.
مش عارف انا ابعت لكم اللي هو الصوره اللي فيها تمبريتشر بتاعت الصوره ولا لا، انا بعتها لكم شويه على الواتساب. مش عارف. اه هتلاقي هتنقي لون كذا وتجيب الرقم بتاعه وتيجي تحطه هنا، او تيجي تحدد بقى لو انت عايز بالكالر هتيجي تقول له مثلا كاستم من هنا، والله انا محتاج درجه لون كذا، تنزل عندي على الصوره واجي اقول له رندر. ممكن تعملها من هنا، والاسهل ان انت ممكن تعملها حتى بعد ما انت تروح تعمل رندر. هتشايف يعني الاسهل بعد ما انت تعمل رندر ممكن تغيرها من هنا اسهل، على الاقل الفرايتيز هيكون عندك كتير. يعني انت لما تيجي تحط هنا ده بعد ما نغير يفضل اسهل. هتشايفها فيجنيتنج دي يعني اللي بتعمل زي كانها العدسه؟ لا الفيجنيتنج دي اللي هي العدسه، لا انا بتكلم عن اللي هو مازال اللون الابيض، اللون اللي انت عايزه تخليه عندك على الصوره كلها. طيب انا لعبت في الالوان دي كتير. في حاجه بقى تانية اللي هي كانت سبب في ان احنا نروح نتعلم بقى اللي هي الشاتر سبيد، اقللها ايه، اقللها امتى، وايه الايفكت اللي هيطلع منها، الايفكت اللي هو بتاع الموشن اللي موجود عندك تحت. هناخد مثال صغير كده سريع. يعني حد فاكر اللي هو المثال اللي هو بتاع الكاسل؟ يعني حاجه اروح اجيب الكاسل السكاي يعني. هروح اقول له هنا الكاسل فين هو. انا بعته لكم صح؟ طيب تعال نجيبه هنا بقى من اصله اللي هو ده، خد بالك، وتعالى نلغي الحاجات اللي هي اللي موجوده عليه، لان هو في الغالب خد نفس الكادر ونفس الحاجات اللي هي بتاعت ال HDRI لو حد فاكرها. او ممكن اسهل اعمل هنا فايل ريسيت واروح اعمل فايل امبورت ميرج. اسهل اعمل هنا فايل امبورت ميرج واروح ادخل فايل كاسل عليه. ده هو الكاسل فقط اللي هو ده، وممكن اخد الكاميرا حتى كمان معاه والبلين برضك معانا. اوكي ده المنظر اهو، وادوس هنا حرف السي ده الكادر بتاعي، واجي اقول له هنا شو سيف فريم، نفس الخطوات اللي احنا خدناها ايه كذا مره. مش عايز دوم لايت خالص، وهاجي هعمل هنا فوكس عندي على مين؟ على جزء صغير من هنا. هروح اعمل هنا فايل امبورت ميرج، هروح اجيب مثلا فرضا عربيه كانها عربيه بتتحرك قدام. طبعا احنا مش هنطلع فيلم فيديو، ده انت هتطلع اصلا ان في حاجه يخيل ليك انها بتتحرك. ماكس فايلز، واجيب مثلا هنا عربيه وليكن دي، هاخد العربيه كلها ما عدا اللايت كده، وقبل ما اعمل فيها حاجه اروح اعملها هنا جروب اهي كده، واجي اروح اسكلها اقول له صغرها لي مثلا خليها لي صغيره، وهاجي هنا موف. ده تحضيرا اللي هي ايه اللي انت بتعمله، ان انت عايز تخلي العربيه كانها بتتحرك. يا العربيه دي جت منين؟ انا عملت فايل امبورت ميرج. اوكي. انت عندكم تمبلتس كتير اعتقد. خالد كمان بصراحه النهارده بعت يعني حاجات كتير قوي. انت تاخد بونص درجتين من كل واحده يا خالد. انا هخليك. لا انت لو هتسقط على حقك بصراحه، ما انت حاط اخد درجتين من كل واحد احسن. راجل ساكت خلاص، راجل يعني عامل عليه وزياده بصراحه. طيب كده سكيل العربيه مناسب ولا صغيره اكتر كده؟ كويس كويس. كنت فين يا مروه؟ اتاخرت معلش. اوكي بص انا عايز اعمل حركه العربيه دي زي ما اخذنا يمكن في الاول خالص، هغير تايم فريم وهاجي هنا كده امسك العربيه اقول له هنا اوتو كي وخليها هنا تتحرك كده. هتشايفها؟ واطفي الاوتو كي وهاجي هنا بالتايم فريم اخليه في النص عشان العربيه ايه تبقى ظاهره قدامي كده. طبعا انا مش هروح اصور الكلام ده عشان العربيه اجيبها هنا، ده انت عايز تعمل حاجه جزء من الرياليتي بتاع الصوره، ان كان في عربيه عدت وانت بتاخد لقطه للمكان ده. لو انت جيت عملت هنا كده ريندر عادي خالص،
عايز صوره طبيعيه والكاسل فيها موجود، بس طبعا هي ما فيهاش شمس، فانا ممكن اروح اعمل لها هنا اضاءه، اروح اعمل هنا كده في الفي راي، وادي هنا الفي راي صن، واروح جاي اعمل اضاءه زي ما احنا كنا بناخد، واجي ارفعها من على مستوى الارض كده واعمل ريندر. هتشايفها؟ ايوه. والخطوتين اللي احنا بنعملهم، خلي دي هنا بدل بيت فورس، خليها هنا ريديانس، لايت كاش، هنا لو، وحاجه هنا خليها هنا 500. والكالر مابينج والجاما وهكذا. بس انزل العربيه دي كده عندك على الارض شويه. طب المفروض لو انت جيتي هنا العربيه دي بتتحرك، ما هي شركنا اكيد قدام الكاسل. هل انت حاسه ان العربيه دي دلوقتي بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ محتاجه افكت وراها. يا ساتر عادي وما فيش اي مشكله فيها، صح؟ صح ولا مش صح؟ اه صح. طب انا عايز ادي افكت بقى اللي هو بتاع الموشن ده، موشن بلير. الله، اللي هو فين؟ اللي هو ده. طب ايه النتائج بتاعته او ايه هي الحاجات اللي انا لازم اعملها عشان تتحقق؟ لازم الاضاءه عندي تكون ايه؟ مور عاليه. فمعنى كده ان انا لازم احط رقم صغير عشان البوابه تفتح وتقفل بالراحه، صح؟ يعني انا هاجي هنا الكاميرا واجي اشوف فين الشاتر سبيد اهي، احط لها مثلا ولنفترض 50. استنى بس، انت عندك مشكله. طالما انت خليت البوابه عندك تعدي بالراحه، فمعنى كده ان كميه الاضاءه اللي داخله ايه يا مروه؟ كتيره كتيره. المفروض انت تقفليها منين؟ الشاتر سبيد؟ لا انت كده كده الاف نمبر، ما الاثنين مروه قالت لك في علاقه عكسيه ما بينهم. انا اروح اخليها هنا 16، يبقى انا اتحكم في كميه الاضاءه اللي داخله لي من اول جزئيه هاردوير اللي هي العدسه اللي هي الاف نمبر. معايا؟ ده كده انا عليتها صح؟ لا انا كده عليت الرقم، فبالتالي صغرت العدسه. يعني انا قفلت العدسه. ايوه خلاص. عشان الكلام ده يتحقق لازم اروح اعمل ايه هنا؟ اقول له علامه صح على مين؟ depth of field. لا motion blur. بص كده لما اجي اعمل هنا ريندر، هل شايف في فرق؟ حد ملاحظ فرق؟ وطبعا انت لو عايز تشوف الكلام ده موشن ده اكتر، تروح انت تقللي هنا الشاتر سبيد. خدت بالكم؟ يعني بدل 50 ممكن اروح اخليه هنا 25. وعشان الاضاءه عندي تقفل اكتر هخلي ده كده هنا 20. واعمل ريندر. شوفوا كده الموشن هيزيد اصلا في الجزئيه دي ولا لا؟ شايفه؟ كده زي حاجه. كده زي. يبقى طب ايه هي الفكره ان انا استخدم بقى اروح ازود شاطر وانقص مش عارف اف نمبر؟ ما خلاص انت محتاج تدي رياليتي للصوره بتاعتك اعلى، يبقى كل اللي انت هتيجي تعمله ان انت هتروح تستخدم بقى موضوع الموشن بلير. اللي هو ايه شروطه؟ ان انا اروح اقلل قيمه الشاتر سبيد. طب تاني حاجه عكسيه معاها ان انا اروح اعمل ايه؟ ارفع الاف نمبر عشان الاضاءه اللي تخش لي عندي من بره تكون قليله. ثم اخر خطوه ان انا هاجي احط علامه صح على كلمه ايه؟ موشن بلير. وصلت؟ وصلت. وصلت؟ معلش باشمهندس سوري، هو احنا الايزو هنعمل فيه حاجه ولا هنسيبه زي ما هو؟ لا الايزو زي ما هو، ان احنا عندنا ما عندناش نايت شوت، هنخليه الستاندرد بتاعه 100. اوكي. كده يعني وصلت؟ الايزو بس بنغيره لما بيكون نايت شوت؟ نايت شوت طيب دي كده اعيدها تاني ولا تعملوها انتوا؟ اعملها. طيب اعمل وارجعلي.